بعد انقسام دولة السلاجقة العظمى واندثار حكمهم في معظم الأقاليم، كانت دولة سلاجقة الروم بالأناضول آخر معاقلهم تتخبط بين صراعات مع دول مجاورة وغزو مغولي كاسح. فوجدوا العون من قبيلة تركية أظهرت كفاءة قتالية عالية بزعامة محارب عرف بأرطغرل ثم ابنه عثمان المؤسس، الذي كون إمارته بأرض اقتطعها له السلطان السلجوقي لتكون نقطة البداية لتأسيس عهد جديد، العمارة الإسلامية، العهد العثماني. استمرت رقعة العثمانيين بالاتساع رغم سقوط السلاجقة، ففتحوا بورصة واتخذوها عاصمة لهم، ثم آدرنيه كذلك لتصبح دولة اكتسحت المنطقة وبسطت نفوذها هناك. أما عمائر العهد العثماني الأول فقد كانت وثيقة الصلة بالعمارة السلجوقية، لتشهد هذه الفترة ثلاثة نماذج من المساجد بنيت في أول الأمر على هيئة غرفة صلاة واحدة تعلوها قبة تستند مباشرة على جدران المسجد الأربعة، عرف بنموذج الوحدة الواحدة كمسجد حاج أوزبك في إزنيق. أما جامع بورصة الكبير فقد تم فيه تكرار هذه الوحدة عدة مرات لتشكيل مسجد واسع ضم 20 قبة كاملة، فأطلق على هذا النوع نموذج الوحدات المتعددة. أما ثالث النماذج فقد عبر عنه أشهر المساجد في هذه الفترة، الجامع الأخضر وكذلك جامع بايزيد الأول، نموذج ذو إيوانات عرف بنمط بورصة تكون فيه ردهة رئيسية تتوزع منها غرف وإيوانات، لكن غرفة الصلاة الرئيسية تكون متفردة لا يجاورها غرف عن يمينها أو يسارها. استمرت الدولة العثمانية بالاتساع وبسط نفوذها بالمنطقة إلى أن تولى السلطان محمد الفاتح الحكم، وتوج ذلك بفتح عظيم غير مجرى التاريخ، ففتح القسطنطينية سنة 1453 وجعلها عاصمة للدولة، وفتح معها آفاقا معمارية جديدة. وجد العثمانيون في كنيسة آيا صوفيا التي حولت إلى مسجد كثيرا من الأجوبة المعمارية التي استعملوها وطوروها في عمائرهم، لتبدأ فترة من النضج المعماري تلخصت في أعمال رجل اعتبر أبرع وأشهر المعماريين العثمانيين على مر التاريخ، معمار سنان. أشرف سنان خلال حياته على مشروعات بناء ضخمة في أرجاء الدولة العثمانية، تاركا ما يزيد عن 300 أثر معماري حول العالم، كان أعظمها جامع السليمانية. بني المسجد بأمر من السلطان سليمان القانوني على تلة مرتفعة متسعا لحوالي 6000 مصل، وللحصول على مساحات واسعة في بيت الصلاة تم استخدام قبة مركزية ضخمة بقطر 26 متر قائمة على 4 أعمدة، أضيف لها نصف قبة من ناحيتي المدخل والقبلة. أما باقي مساحة الصلاة فقد تم تغطيتها بقباب متفاوتة الحجم، دقة فنية وأبعاد محسوبة بعناية ساعدت على توفير نظام صوتي وضوئي فريد، أضفى ذلك جمالا ساحرا داخل قاعة الصلاة. أما صحن المسجد أو الساحة الداخلية فيتوسطها مكان مخصص للوضوء، وتحيط بها أروقة تعلوها 28 قبة كاملة لترتفع في زواياها مآذن المسجد الشاهقة بشكلها النحيف. تحيط كذلك بالجامع ساحة خارجية ضمت مدارس ومستشفى وحماما ومرافق أخرى. لقد أتقن العثمانيون تقنية بناء مساحات داخلية شاسعة محصورة بقباب ضخمة، وحققوا تناغما بين المساحات الداخلية والخارجية والضوء والظل، فتم بناء العديد من الروائع المعمارية على هذا النموذج، كمسجد السليمية بأدرني الذي استغنى فيه سنان عن أنصاف القباب ببناء أضخم قبة مركزية قطرها 31 متر. واستمر الإبداع العثماني ببناء الجامع الأزرق الذي غطيت جدرانه الداخلية ببلاط أزرق مزخرف أضفى منظرا رائع الجمال. بعد هذا التطور الواسع في عمارة المساجد بدأت العمارة تحمل طابعا أوروبيا مستحدثا متأثرا بفن الباروك والروكوكو،
لتكون فترة حكم الدولة العثمانية التي استمرت ما يقرب 600 سنة فترة حافلة بالإنجازات التاريخية منذ بداياتها، تاركة إرثا ثقافيا ومعماريا ضخما بالمنطقة والعالم أجمع.